بتنتقل لمحطتنا التالية ورح نحكي فيها عن موضوع الصداع النصفي يلي عادة يصيب منطقة نصف الرأس، وهو مرض مزمن يتجلى بحالات متكررة من الصداع مصحوب بظواهر جسدية ونفسية أيضا، وهو مرض شائع لدى حوالي 12% من الأشخاص. واليوم رح نتناول هذا الموضوع خلال شهر رمضان المبارك، وكيف بيسمح لمريض الصداع النصفي انه يصوم، وشو هو النمط الغذائي الملائم، ومواضيع تانية اكيد رح نناقشها مع اخصائية التغذية ايفانا خضر اليوسف. صباح الخير صباح ايفانا، النور. كيفك اليوم؟ تمام رواق. تمام، صباح الصحة الجيدة إيفانا، بوجودك صباحك. دايما بتعطينا نصائح كتير هوايات مهمة عن جد بتفيدنا بحياتنا اليومية. اليوم رح نتعرف مع حضرتك على الصداع النصفي، ممكن تعطينا لمحة عنه؟ هو عبارة عن ألم غير محمول بينصاب بمجموعة أسباب، ممكن تكون نفسية، ممكن طبية، ممكن خطأ غذائي بتحسس منه الجسم. بصير عندك على نوعين، يا وجع بكل الرأس ببلش من تحت من أسفل الرأس للكامل للجبين، أو في صداع نصفي عند العين، بتتورم العين، بصير في سيلان بالعين، ممكن السبب ما يتحمل الضوء، ما يتحمل الصوت. تقريبا في شيء كمان بيختلف عن اللي هو الصداع العنقودي. الصداع العنقودي ما له علاقة بالصداع النصفي، الصداع العنقودي هو أقوى من الصداع اللي هو النفسي، بيشبه الشقيقة، لسه أقوى من الشقيقة، لأنه هذا ما له منشأه مثلا عصبي أو وراثي أو شيء غلط بالأكل، هذا له قصة تانية وموضوع تاني، هذا الناس ما بتميزه، حتى علاجات تانية، حتى أمور تانية. نعم إيفانا، يمكن في كتير ناس عندهم إصابة بهيدا الوجع النصفي مثل ما حكيتي لنا، وبزيد هذا الشيء يمكن مع تغيير المناخ، وخاصة هلأ بالشوب، وكمان مع على الصيام. فصائم شو لازم يمكن يتبع خطوات أساسية بالتغذية لحتى هيك شوي يهدي من هيدا الوجع؟ اهم شيء ما انه الانسان يشرب مي، كثير مهم دائما جسمه مرطب، لانه نحن اذا نقصنا كميه المي اللي هي من 8 ل 12 كاسه تقريبا اقل شيء، بده يصير في عندنا جفاف بالدماغ، رح يصير عندنا هذا الوجع. كثير مهم يبتعد عن المقالي والاكلات اللي فيها دهون، الاشخاص الاكلات اللي فيها مواد حافظه للاشخاص اللي معهم شقيقه او وراثيه او مرضيه، بدهم يبتعدوا عن كل شيء مواد حافظه، عن منونات، عن شغلات مثلا مثل المرتديلات، مثل السمك المدخن، هدول القصص كله بده يبتعدوا عنه، عن المكسرات، في ناس بتتحسس من البصل، عندك حتى رب البندوره في ناس تتحسس منه، في ناس لا، هاي كمان عن الطبخات بده يبتعد عنها. إذا بيدخن أو بيشرب أرجيلة أول ما يفطر بده يبتعد عنه. النوم بده يصير ينظم نومه، كتير مهم، حتى وجباته بده ينظمها، الشمس ما لازم يتعرض عليها إذا هو بيصوم، وأي جهد عضلي ما لازم يعمله خلال فترة النهار، ممكن يعمل شيء منتظم رياضة بعد الجيم. إيفانا، ممكن يلي عنده صداع نصفي إنه يمتنع عن الصيام؟ ايه اكيد، في حالات ممنوع اصلا ما بصير يصوم، اللي هي اذا الشخص عنده دائما تكرار صداع نصفي شقيقه وما بيقدر يضبطها، واشخاص الثانيه اللي بتصير عندهم وجع نصفي شديد وتدميع وسيلان وتورم عين. نعم، يمكن وجع الراس وخاصه النصفي بيرافقه لعي بالمعده، واحيانا بيصير صري من الصبح، بس نوع من الاقياء يعني، كمان بصير تماما لازم فورا يوقف الصيام، ما في داعي ابدا يصوم، بكون وصل لمرحله كثير عاليه. طب خلينا نحكي شو هي الاكلات كمان يلي لازم ياخذها بالسحور لحتى اذا صايم ما يصير عنده هي اللعي. تمام، هلا كثير مهم انه هن الحلو شو يبتعدوا، الحليب، البوظه، الفانيليا، يبتعدوا عن الحليب. تمام، ما خليتي لهم شيء، هلا اجباري لانه عندهم ماده الكازين بتحسس عندهم احيانا بتوجع لهم راسهم. هلا ممكن مثلا الالبان، هلا في ناس بتقول لك انا ممكن اشرب حليب ما يصل لي شيء، في ناس لا بتتنأذى، بس هي هاي الاكلات كثير بتاثر على الشقيقه او الصداع النصفي. مثل ما قلت المرتديلات، احيانا الافوكادو، البصل، بدهم ينتبهوا من الزبيب والمكسرات، كل شيء فيه حلو مثلا هوت شوكليت، هدول القصص بدهم يوقفوها لانه بتاذيهم. لازم يتناولوا التمر بكميات كبيره، ليش؟ لانه فيه بوتاسيوم وفيتامين بي والمغنيسيوم، وهذا كثير بيساعد انه يخفف من وطأة حدوث الصداع النصفي. الحلويات او بنسميها المحليات، الاصبغه، الملونات، هاي كلها بدهم يبعدوا عنها. المقالي، المخللات، المرتديلات مثل ما قلت، النقانة، ممكن احيانا اللحم المقدد او بنقول له المجفف، هاد كله للاسف بدهم يبتعدوا عنه. طيب شو ياكلوا؟ كثير بهارات، شو ياكلوا؟ بدهم ياكلوا الخضره. شو اهم شيء ركزوا عليه اذا فينا نحكي ببدايه بالافطار؟ تمام،
الافطار هلا فيهم ياكلوا البروتينات اللحمه بس ما تكون دائما تكون طازج، ما يحطوها كل شيء مثلج كمان او مفرز بياثر على هذا الشيء. الالياف والخضروات كثير منيحه، اول شيء بتشبع بالنسبه للسحور او الفطور بتخليك تشبع دغري، ثاني شيء مفيده لهم. التمر كثير منيح، المقالي بدهم يخففوا يعني فيهم يستعيدوا عنها بالشوي او حتى بالفرن. الدهون العاليه يخففوا الزيت محل السمنه. الأجبان والألبان فبيختلف من شخص لشخص. هدول الأكلات اللي بيقدروا يتناولوها. نعم. كمان عادي بيقدروا يبلشوا مثل ما قلتي، مهم كتير التمر. ممكن يستعيدوا عن اللبن بالحليب، عن الحليب باللبن. باللبن. ممكن. طبعاً هذا أخف منه. أما الأجبان، في عندك الأجبان بقى اللي عندك الأنواع روكفورد، هدول القصص هاي كلها ما لازم يتناولوها. والشوربات؟ شوربات بدو يتناول بالدنيا، ما عندنا مشكلة. بعيداً عن البهارات بس. لا البهارات اللي شو اللي بتأثر إذا كان في كتير حد وبهارات مزبوط تعمل وجع رأس. للأسف هو مرض لهلا أصلا ما له حل. شي بيقولوا لك وراثي، شي بيقولوا لك له علاقة فيزيولوجية الجسم، في ناس نفسيا بصير معه. يعني دائما بنشوف اللي ببلش بالوجع يمكن بيقولوا إنه بده عتم، وكمان هي بده كتير يشرب مي مشان كمان التنفس قديش كمان بيأثر إنه يطيب له الوجع ولا كتير لا. مهم. حتى هن أصلا شو لازم يعمل قبل السحور يا ربي، أول شيء لازم يأخروا السحور لوقت الإمساك، ثاني شيء يتناولوا قبل ما يبلشوا مرحلة الصيام يتناولوا الأدوية اللي هي مسؤولة عن إنه تخفف لهم الوجع. طيب إذا ننتقل للسحور، شو بتنصحيهم يتناولوا على السحور؟ هلا البيض المسلوق أكيد، نسيت كثير مهم يبتعدوا عن الكافيين. الكافيين كثير مهم يبتعدوا عنه لأنه بيؤدي إدرار البول، بيؤدي جفاف للدماغ، بيؤدي وجع هذا الرأس اللي ممكن ينصابوا فيه. هلا ممكن نشرب كاسة شاي ما أنا مشكلة، الزيتون يكون موجود، فين نتناول شوية مقدوس، اللبنة ما أنا مشكلة، ما كثير بتقدايهم بكميات قليلة، زعتر ممكن يتناولوا، كاسة المي اللي دائما خلال النهار مو فرد عادي لازم يتناولوا، أبدا ما لازم يكون في تجفاف، العصائر بكل أنواع الطبيعية بقدروا يتناولوها، الفول ولا الحمص ما بتأثر عليهم، هاي بتشبع أصلا. إذا بنقول بس العصائر يلي بيشتهر فيها شهر رمضان أكثر شيء ممكن تكون ما بتأثر، هاي بتأثر لأنه سكرها مركز. يعني مثل الجلاب كمان فيها ملونات. تمام، ملونات وأصبغة وفيها حلو مركز، فهي بتأثر عليهم كثير. نعم. إيفانا يمكن هيك نظام غذائي اعتمد لمدة شهر، ونحن يمكن بعد كم يوم جايين على العيد إن شاء الله هيك بنعاد عليك بالخير يا رب. كمان رح نرجع ناكل وناكل ب ب بشهية كثيرة يمكن، ويمكن كل أيام العيد بلش العزايم ومن الصبح للمساء. هون خلينا نحكي شوي من المعلومات الصحية، كيف شوي شوي نرجع ناكل الصبح، كيف شوي شوي ما ننتقل، كيف شوي شوي نرجع نعود جسمنا. كثير مهم انه اول ما يفيقوا الصبح ما يقعدوا يشربوا القهوه والدخان وهالقصص لانه يصير عندهم صدمه، هن الجسم متعود انه هلا ما في صيام، ما في اكل، سوري، في صيام. يبلشوا يفطروا الفطور النظامي اللي كل العائلات تفطروا بكميات اللي دائما يصغروا الصحن، فيهم يحطوا البيض، اللبنه، الجبنه، المرتديلات. هلا اذا نوعوا اول شيء العين بتشبع، ثاني شيء الكميه الصغيره قد ما اكلت انت الفطور كثير مهم، سواء حليب سواء حتى ممكن فول حمص كميات صغيره. هلا شلون بدي بلشوا اول شيء بدهم يبلشوا بالشيء الخفيف اللي هو السلطه، ما رح يختلف عن الصيام عن وجبه الافطار عشان ما يصير عندنا الصدمه. اذا كان في مقالي بفضل ان تكون الكميه قليله، او مثلا يجيب الصحن يشاركه مع حدا تاني يقسم الكميه، يعتمد على انه يمضغ منيح شوي شوي، ياكل ببطء يمكن، تمام، شوي شوي عشان ما تصير في عندنا صدمه للمعده. يفضل انه دائما نبلش بالمشاوي، اشياء المشويه لانه اخف على المعده. ما بعد ما يخلص الغداء ياكل الحلو، ممكن مشاوي لحمه وليه وهيك صار. لا اكيد لا اكيد عم تحكي الشيش ما ممكن حلو حبيتها. فحتى ما ينهي وجبته بالشاي او ينهي وجبته بالكافيين او حتى بالفواكه، لانه الجسم بيكون راح على هضم المعده، صار في شيء غريب جديد، نظام جديد لاكله.
بعد كم ساعة، في بعد ساعة يقدر يشرب الشاي، وبالنسبة للفواكه بعد 3 ساعات، والعشاء فيتعشوا شيء خفيف وما ينسوا يرجعوا روتين الحياة، الرياضة كثير مهمة بعد ساعتين من الوجبة اللي أكلوها. هلا في كثير أشخاص يمكن بيعتمدوا بشهر رمضان المبارك إنه يا ينزلوا من وزنهم، يا يبطلوا دخان، أو يبطلوا شيء تناول يمكن شيء بعض المأكولات اللي هي بتأثر على صحتهم. هلا هون شو بتنصحيهم إنه كيف بيقدروا يكفوا بعد شهر رمضان يلي هن استغلوا هالشهر لحتى يعني يكون مفيد لصحتهم؟ يمكن بعد شهر رمضان بيفقدوا بقى هالقدرة أو هالإرادة. صح، أكيد بيفقدوها. هلا يقلبوا بقى عندهم السحور بصير فطورهم، الإفطار، وجبة الإفطار بتصير الغداء، وفي وجبة خفيفة بيناتهم اللي هن الوجبتين الخفيفات. احنا بالسحور سوري برمضان نعمل وجبتين خفيفات للأشخاص اللي فعلا بدهم ينحفوا بس بكميات قليلة عشان ما ياكلوا كميات كبيرة. بتصير بقى وجبات، نفطر أول شيء بنعمل وجبة خفيفة، بنتغدى وجبة خفيفة، بنتعشى بننام بعد 3 ساعات. تعشى في كتير أشخاص إنه بيعتمدوا إنه هنا ما يتعشوا بالليل. غلط، ما بصير. جسمك لازم ياكل 5 وجبات يعني يتعشوا بس مو وحدة بالليل. أكيد قبل الوقت بالنوم 3 ساعات عشان يبلش استقلابهم صح، لأنه حتى هن النايمين في استقلاب وحرق للأكل. ففي فرق 3 ساعات إنه هن يتناولوا العشاء، والعشاء يكون خفيف ماشي تقيل، ممكن سلطات، ممكن خبز أسبر وشي معه. مع دائما لازم يكون في خضره بالغداء وبالعشاء. نعم. حتى بالفطور. نعم إيفانا، يمكن كثير من الاشخاص وخاصه السيدات خلال شهر رمضان المبارك بيبتعدوا عن ممارسه الرياضه، وهلا رح يرجعوا يسجلوا بالنوادي من اول وجديد، او يمارسوا رياضه المشي، وخاصه بعد الاكلات يلي اكلها طيبه والحلو. عن جد خلينا نحكي كمان كيف الجسم لازم يرجع يتعود من اول وجديد على الرياضه، وخاصه كمان مع تغيير الطقس. كثير مهم نرجع ناكد المي ثم المي ثم المي، انه نحن ما ننقص نشرب 2 ل3 لتر باليوم. بالفعل الواحد بينسى يعني يشرب مي خلال النهار، اذا بيشتغل او ما عنده وقت بينسى، ممكن او يستعيد عنه بالكافيين اللي ما في شيء بيستعيد عن المي. فانا برايي شو يعملوا، يحطوا على تليفونهم المنبه تبعهم مذكره هي كل ساعه ونص كاسة مي. اول شيء بصير استقلابهم صح، ريفرش لجسمهم، نشاطهم اكثر، بيطردوا السموم وبصير بيتعود. ولما نحن بنشرب مي كثير رح نكون شبعانين ورح يحرق شحوم. بالنسبه للرياضه يبلشوا اول شيء نص ساعه اول يوم، مو اقل من نص ساعه عشان يبلش حرق، لانه اول نص ساعه بيكون في وقت السكر. محدد صبح او ما بتفرق، هلا حسب كل امتى الشخص هو شو النوع وامتى هو بحب. هذا بيهمنا عشان يستمر. دائما بيقولوا لنا شو الرياضه اللي بنلعبها، بنقول لهم اي رياضه بتحبوها عشان تستمروا تكون عندكم عاده ما تملوا. هلا في ناس، في دراسات بتقول لك المسا كثير منيح الواحد يلعب جيم. ليش؟ لانه بتكون قلت الاستقلاب عندهم، ساعات الاستقلاب وفعاليتها. وفي دراسات ثانيه بتقول لك لا صباح عشان يكون النشاط. والدراسه اللي انا باكد عليها انه يروح على معده خاويه، ممكن انه قبل ساعه اكل موزه او تمره عشان تعطيه طاقه او شيء كافيين خفيف. ليش؟ لانه بيحرق اكثر. طيب ايفانا، مثل ما ذكرنا انه يمكن بعض الاشخاص بيحاولوا بشهر رمضان انه يبطلوا تدخين، هلا شو ممكن بعض الاغذيه يلي يتناولوها بعد شهر رمضان يمكن شوي ممكن تعوضهم، او اذا فينا نقول تكون عاده مثل ما هي السيجاره او الارجيله هي عاده؟ هلا اكثر شيء للاسف الشيء الحلو المركز، السكاكر، المربيات، اللي شيء على نعنع على الحد، هذا ممكن شوي انه تلاقيهم انه يتقبلوا اول فتره. دائما لما يحسوا بدهم هن يدخنوا يشربوا مي، او مثلا ممكن شويه قهوه، ما يكتروا قهوه لانه دائما القهوه مرتبطه بالدخان عندهم، هي بتصير عاده. فعلا بيقولوا انه كله مسكه مثلا، تماما اللي هي المسكه الحده، ممكن هذا الشيء بيعوضهم. الفواكه يبتعدوا عن الاكل اللي بيقولوا لك نحن بنسمع، طبعا انت تسمع بدك تقضي عم تفشفش بالاكل، فطول بالك بدك تبدل دخان، بدك تصير بياك زياده. تمام. نعم ايفانا، يمكن كنا عم نحكي عن المي وعن فوائدها، وهيك هيك مبسوطين انه هلا صار منتشر حالي من ديتوكس. تمام. والكاسات الاشكال والالوان، وانه ليمون مقطع ونحن بالشغل. خلينا نحكي انه قديش صحيه هي الحاله، وقد يمكن في لها سلبيات، خلينا ننوه عنها. هلا السلبيات قديش المده يمكن لازم هلأ. تمام. المده اول شيء مو اقل من 8 ساعات الاستخدام، هي بتخلص دغري بس النقع تقريبا بين 4 ل8 ساعات. يعني ما بصير تقطعي ترانشات ليمون وتحطي مي وتشربيها؟ لا، تستفيدي من هاي لحتى تمتزج صح قبل بيوم. بدها تحطيها بالبراد لانه بدها تمتزج المواد، اي شيء بنحطه مع المي بصير فوائده كثير كبيره، بس لازم يمتزج مواده الكيماويته وتصير مع بعض وتتفاعل. فعند
عندك الليمون نعرفه كله للفريش وللجهاز المناعي، عندك لما نضيف الزنجبيل بيصير عندك لحرق الشحوم او القرفه، النعناع ليحمي الجهاز الهضمي، اذا حطينا رمان للجهاز التنفسي والهضمي، الروزماري كمان للجهاز الجهاز المناعه والتنفسي، اذا خلطناهم كلهم الخيار اذا عندك التهابات بطيبك اياها، البرتقال بيصير الفيتامين سي مركز نحمي جهاز المناعة. فينا نحطهم كلهم مع بعض؟ لا بتصير في تعبته سيئة، لا ما بنصحكم تسبونا بعدين. طيب طيب خلينا نحكي قديش مثلا نحن نقعنا قبل بثمان ساعات وخلال النهار فينا نزيده كل شوي مي طبعا مشان نشرب يعني أكيد مثلا طبعاً. انا كثير صرت اشرب مي من بعد استخدام كثير منيح لكل مثل ما قلت لك كل اعضاء الجسم وبيعطي ريفريش وبيعطي للبشرة وللشعر اصلا حتى انت بتصيري بتحسي حالك خفيفة هذا المصطلح العام حاسي حالي خفيفة من هذا الشيء فيك تزيدي قد ما بدك بس مو انه اكثر من 8 ساعات هاي الفواكه لانه خلص ميته وفوائدها بتكون راحت. طيب ايفانا ممكن انه الواحد يستخدمه لفتره معينه ويقطعه بعدين او لا عادي لا. بكل الاشهر السنه ممكن الواحد يتناوله؟ دائما عم يستخدمه بالعكس هو كثير يعني ما له ممكن اي تاثير؟ لا 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 ابدا ما له تاثيرات نهائيا بالعكس له فوائد كثيره وفي ناس بتقول لك انا ما بحب المي فنحن بنطعمه تماما هلا بلدان برا بيعملوا لك مي بطعمات نفس مي بطعمات اي صحيح مزبوط يعني هون ممكن يستعيدوا عن شرب المي العادية الديتوكس وممكن انه يكون باشياء مثل ما ذكرتيها يعني كل يمكن كل مكون كل عنصر لحال بوقتنا هلا بالشوب يمكن او شوي بتخف طاقتنا في ممكن شيء مشروب ممكن يعزز عنا هالطاقة كل انواع الفواكه مشروب العصائر التمر كتير منيح اللبن ممتاز كمان لأن فيه الكالسيوم وفيتامين د نحن بحاجة له بيعطيك طاقة اللبن بيعطي طاقة بنعس باللبن بالليل إذا أخذتي إذا أخذناه بالنهار بيعمل نشاط لا بيعمل نشاط والحليب كمان أكيد اللبن إذا هلا بالليل بدك تاخدي حتى إذا بدك تنامي في شيء بنقول لهم كلوا موزة وانطروا ثلاث دقايق ما تتحركوا بتسبب للنعس ما يتحرك الشخص الموز هلا يبتعدوا عن الكافيين لانه الكافيين عباره عن توتر صح بينشطك هلا في بيقولوا لك كل تفاحه على الريق كانك شربت تقريبا ركوه قهوه ايه قديش مفيده بعض العادات يمكن اللي نحن شوي بنهملها او ما بنعطيها اهميه صحيح. بس يتحقق افاده وخاصه التفاحه يعني نحن صغار اهلنا بيقولوا لنا انه كلوا التفاحه على الريق يعني بعض الاشياء الغذائيه اللي بالفعل بتخلي صحتنا دائما سليمه ونظيفه وفي كثير اشياء بتطرد السموم من جسمنا شو اهم الاشياء يلي ممكن بتنصحي كل الاشخاص انه الصبح يتناولوها الكاس الحليب دائما لازم تكون موجوده بالفطار سواء خالي الدسم او كامل الدسم حسب الجسم مع سخن او بارد ما بتفرق شو بتحبي انت ممكن ينخلط كمان مع شيء ثاني مع اذا الناس اللي ما بتحب الحليب فيك تحطي له شيء فريز او شيء مثلا مع الشوكولا ممكن طيب او مع الكورن فليكس طيب الحليب يعني اذا كان جاهز او النيدو ما بتفرق او انه تحليه انت ما بتفرق في ناس تقدر نفسه بيكون هذاك حليب مجفف تمام لانه هذا حليب مجفف وهذا حليب سائل دائما لازم يكون خبز الاسمر محل الابيض لانه بيشبع اكثر وفيه زنك كميات كبيره نحن بحاجه لها هذاك فيه طحين وحليب ممكن يؤدي لسمنه يكون موجود الزعتر بالنسبه للصباح كثير بينشط ومنيح للدماغ دائما لازم يكون في خضار مشان الجهاز الهضمي مشان الاستقلاب صح ومشان الفيتامينات طيب. الموجوده هلا اذا قلنا الزعتر في كثير اشخاص ما بحبوا ياكلوا الصبح لانه بيعمل شويه حرقه ممكن صح بالزيت تبعه لانه سبب الزيت ممكن نحن نستعيد عنهم باللبنه والاجبان والبيض المسلوق لانه بحاجه لكميه الفوسفور اللي فيه شان تعطي طاقه ودماغك يمشي صح ويشتغل صح بالنسبة للفواكه لازم دائما يكون مرتين باليوم سواء عصير أو حتى فواكه قطع ما بتحبوها ممكن نحن نعملها كسلطة فواكه بس ما تحطوا إذا اللي بده ينحف ما يحط الجبلة والقشطة والأساس خلص ما بقى تتاكل بدونه اللي بده يسمن قد ما بده يحطها على الغداء نبلش بشيء خفيف دائما فينا قبل نص ساعة نشرب كاسة مي نوقت انه عندنا نحن 10 كاسات خلال النهار العشاء لازم يكون خفيف بعد الغداء بقديش ممكن الواحد يشرب مي في كثير اشخاص ما بيقدروا يتغدوا غير قنينة المي جنبهم ما بتأذي هاي اخر دراسات بتقول لك ما بتأذي ابدا بتفت اصلا منيحه للجهاز الهضمي منيحه لانك بتقول لك بتعمل كرش ما بتعمل عمليه هضم لا بتساعدها بتساعدها حتى انت وعم تاكلي فيكي تشربي مي بفضل عن اي شيء ثاني اذا ولا بد ناس بتشرب مثلا بيبسي بتشرب العصير لا المي بفضل انه هو هذا الشيء على العشاء يكون شيء خفيف عشان ينام الشخص خفيف سلطات او كمان خبز اسمر او ممكن معكرونه بلبن زبديه دائما دائما يكون عندهم الحجم هي عباره عن صحون صغيره معالق صغيره شوك صغيره هاي بياكلوا كثير
كميات بس تكون كميات قليلة. نعم إيفانا، في كتير من المأكولات بتحسس، وخاصة يمكن هلأ مع قدوم الصيف، يعني مثلا كتير عالم تتحسس من البيض، كتير عالم تتحسس من أنواع من الفواكه، يعني تحسس جهاز هضمي وأيضا تحسس بشرات. خلينا نحكي كيف فينا نحن نعمل وقاية وأنه ما نتحسس من هي الأكلة، ناخد شيء بديل عنه. هلا عندك الفواكه اللي ممكن تتحسس فيها اللي لها شعر، اللي هي الذرة، الكيوي، هدول القصص، حتى الفول الاخضر في ناس تتحسس لانه فيه وبر. هلا هو وراثي التحسس، كلنا بنعرف هذا الشيء، اذا عنده من الصغر فيه ما بيقدر يتعالج غير انه يبتعد عنه نهائيا. هلا اي مصدر فواكه ثاني بعيد عن ما فيه وبر هن نفس المصادر، في يطغي سواء انه الذرة ياكل محله الموز، ياكل محله الفريز بيتحسسوا فيه كمان، صح نسيته، البرتقال، ممكن اي العنب، فكل مصادر الفواكه هي موجودة نفس الفيتامينات والعناصر المعدنية، بس بيختلف انه في شيء زايد عن شيء. فأي نوع فواكه تاني ممكن يتناوله بالنسبة للفواكه. هلا بالنسبة للحليب، اللي بيقدر يتحس، في ناس بتصير عندهم حساسية الكازيين، اللاكتوز، ما بعرف اسمها اللاكتوز، هاي اكترية الشرق الاوسط عندنا اياها الحساسية، اللي هي الاسهال ووجع البطن، فيهم يشربوا شيء محله اللي هو يا جوز الهند، حليب جوز الهند المي تبعته، او حليب الصويا بيقدر يعطي فعالية نفس الشيء ومن دون الحساسية. بالنسبة شو الحساس، ممكن احيانا في ناس تحسس من باذنجان، فهذا الشيء بدهم يلغوه منهم الباذنجان، بدهم يتناولوا خضار. البيض بيقب البشره كمان، البيض كمان هو لانه حم سخن بال، يعني بتحسيه ثقيل بالصيف، فحم عادي يعني حماوي من له، فبدهم يتناولوا انه هن يبتعدوا عن البيض لفتره، ياخذوا فيتامينات الفوسفور، ممكن يتناولوها بالسمك، اكيد مو الصبح يتناول السمك، المساء ممكن ياكل او الظهر لانه الفوسفور الموجود او الاوميجا 3 اللي بحاجه له نحن. ممكن المساء لازم تتاخذ الاوميجا 3، ما بتفرق امتى ما كان، ما في وقت محدد لانه ما بتعمل نشاط، وممنوع تاخذين مثلا فيتامين سي لانه بيعطيك نشاط ما فيك تنامي. هلا نحن بالنسبه اللي بتحسسوا البيض، يجربوا انه هن اول شيء يفصلوا البياض لحال والصفار لحال، تمام يجربوا، ممكن ما يتحسسوا من هاي او هاي. فبروتينات اللي بدهم يعوضوا عنا البروتينات الحيوانيه بالبيض، هي بتكون يا سمك يا دجاج، او البروتينات النباتيه اللي هي الفول والحمص. نعم يعني إيفانا معلومات مفيده قدمتيها اليوم ضمن صباحنا غير، ودائما بتقدمي لنا شيء جديد، نحن كثير نشكرك على وجودك معنا. ميرسي لك. صبحيتنا اليوم غير شكل إيفانا، ميرسي كثير لك، واكيد ناطرينك بحلقات جديده. ميرسي، اهلا.